بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد حاجة جديدة اسمها الجول أو العفص. يعني إيه جول؟ الجول تعريف بنقول هي عبارة عن abnormal outgrowth of plant tissues and can be caused by various parasites from fungi, bacteria to insect and mites. يعني على سطح بعض الأوراق والستم على سطح النباتات، يعني بلاقي على التيجو بتاعها بلاقي عندي ايه abnormal outgrowth اتكونت نتيجة بقى ايه نتيجة parasites فانجاي بكتيريا insect mites whatever. اللي قدامك دي بقى الجول تايبز according to life cycle. عندي الجرين تايب، عندي البراون البلو تو براون تايب، ده اهم جزء فيهم يعني، وعندي الوايت تايب. يعني الجرين تايب ده بيكون لسه في اول التكون، البلو تو براون تايب ده اللي بيبقى الحشرة موجودة جوه، وهشرح لك بالتفصيل ايه اللي بيحصل يعني لما نيجي نقرأ الاوريجين، لان الاوريجين مكتوب فيه القصة كلها. والوايت تايب ده بعد ما بتكون الايه الحشرة هربت. تمام، هناخد الاليبو جولز. بنقول الاوريجين هي عبارة عن، هقوله في الاول كده وبعدين هشرح لك ايه اللي مكتوب ده. الجولز are pathological outgrowths formed on the twigs of Dyer's oak carcass infactoria family Fagaceae، ده اسم الشجرة، as a result of deposition of an egg by the gall wasp Alderia galatincitoria family Cynipidae. The galls are collected before the escape of the insect. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هشرح لك اللي بيحصل بالتفصيل. احنا بنقول عندي دبور اسمه Alderia galatincitoria بيقف على اغصان الاشجار واوراقها، بيقف على اغصان شجر البلوط، نوع من انواع شجر البلوط اسمه كيركاس انفاكتوريا. تمام، وبيعمل ايه ديبوزيشن للايج بتاعته. بعد كده الايج بيهاتشز بيفقس ويطلع لي اللارفا. اللارفا ده طور من اطوار نمو الحشره يعني الانسكت بتاعتي. اللارفا دي بتسكريت هيدروليتيك انزيمز، الهيدروليتيك انزيمز دي بتعمل هيدروليسز للتيجوز اللي حواليها من النبات للستارش اللي فيها وتحوله لشجر. نتيجة الرابيد كونفرجن ده بنلاقي الانسكت كونت حوالين نفسها او اللارفا كونت حوالين نفسها سفيرويدال اكسيرسنس. سفيرويدال اكسيرسنس دي يعني ايه؟ يعني حاطت نفسها بكوره كده او بزايده كده، عباره عن كوره بتحيط نفسها بيها لحمايه نفسها. تمام؟ بعد كده بتبدا اللارفا تمشي في مراحل النمو بتاعتها، تتحول لجراب وبوبا واخيرا توصل للفولي انسكت. اول ما توصل للفولي انسكت، الفولي انسكت تبدا تعمل لنفسها ايه؟ تعمل لنفسها ثقب كده تخرج منه من الجول بتاعي. انا المفروض بجمع الجول قبل ما تخرج الحشره. تمام؟ بجمع الجول ده، بيبقى فيه نسبه عاليه من التنينز. التنينز دي بستخدمها ايه؟ في الفارماسيوتيكال اندستري طبعا، لان كميه التنين اللي فيها كبيره جدا، بستخدمها في الفارماسيوتيكال اندستري استخدامات واسعه جدا. تمام؟ اللي مكتوب هو اللي انا قلته ده، بنقول هي عباره عن باثولوجيكال اوت جروس يعني زايده مرضيه طبعا، بتتكون على التويجز اللي هي اغصان الدايرز اوج اللي هو شجر البلوط اللي اسمه كيركاس انفاكتوريا فاميلي فاجيسي، كنتيجه الديبوزيشن اوف ان ايج باي ذا جول واسب اللي هو الواسب ده اللي هي دبور يعني اللي اسمه الديريا جالاتينكتوريا الفاميلي بتاعته سينيبيدي. وبجمع الجولز طبعا قبل الاسكيب اوف ذا انسكت. هنا بقى هنوصف الجول بتاعي مورفولوجيكالي. ادينا شايفين الصورة بتاعته. بنقول الكونديشن طبعا هي بتبقى انتاير ودراي، لونها بيبقى طبعا لو جمعتها في الميعاد المناسب هيبقى لونها بلوش جرين تو اوليف جرين، ملهاش اي ريحة. التيست بتاعها بتبقى استرينجنت تيست فولود باي سنسيشن اوف سويتنس. الاسترينجنت تيست طبعا جت من التنين، والسنسيشن اوف سويتنس جت من انها هي جايه اصلا الكره دي اتكونت من ايه نتيجه ايه هيدروليسز للستارشز وتحولت لشوجرز. الشيب بتاعي شايفين ان هي سفيريكال او بنقول سب سفيريكال. السيرفيس بتاعي زي ما احنا شايفين المميز فيه او ان هي فيها بروجكشنز عباره عن كونيكال بروجكشنز. تمام، ولو عملنا فيها ال كات هنلاقي في سنترال كافيتي، سنترال كافيتي سراوندد باي هارد كافيتي، دي فيها الريمينز اوف لارفا. طبعا السنترال كافيتي دي الكوره اللي في النص دي بيبقى فيها هي دي مكان الحشره او مكان اللارفا اللي كانت عندي. تمام، طول ما الحشره جواها هلاقيها هلاقي الجول بتاعي ده هارد اند سينك ان ووتر يعني بيغوص في الميه لو حطيته. بالنسبه للفراكشر هي قصيره كده ما تعرفش تكسرها بسهوله، بتبقى هورني كمان صلبه. تمام، ده كده مورفولوجيكال.
هيستولوجيكالي بقى لو انا عملت قطاعات في الجول بتاعي، اول طبقه من المفروض انها اشوفها هي الابيدرمس، بس ما تبقاش موجوده، بتبقى ريبليسد باي ميتاديرم من طبقه لثلاث طبقات، يبقى عندي بارينكيماتس لاير. البارينكيماتس لاير دي بتبقى ثلاث طبقات، اوتر وميدل وانر زون. الاوتر زون بتبقى عباره عن هارد بوليجونال سيك وولد سيلز وفيها تنين بليتس. الميدل زون بتبقى اقل كثافه شويه، بتبقى لارج راوندد بوليجونال سيلز وفي لارج انترستيشيال سبيس ما بينها وبرده فيها تنين بليتس. واخيرا الانر زون دي بتبقى راديال الونجيتد سيلز وفيها برده تنين بليتس وفيها بريزمس اوف كالسيوم اوكساليت. ده بالنسبه للبارينكيماتس لاير دي بعد الابيدرمس. بعد كده يبقى عندي الهارد لاير، دي عباره عن وايد باند اوف ريجولار، بيبقى عباره عن ريجولار سكاليرايدز، طبعا الوول بتاعها فيري سيك بيتد وول. عندي طبقات كبيره كتيره من البارينكيما بعد كده، بيبقى فيها ستارش وكلاسترز اوف كالسيوم اوكساليت. واخيرا اخر طبقه من جوه اللي هي الانر موست لاير، دي بتبقى عباره عن براون جلوبيولار ماسز اوف لجنين بادز. لجنين بادز دي لو سبقتها بالفروج سنور اتش اس ال هلاقيها واخده اللون الاحمر. بالنسبه للباودر بتاع الجول بيبقى لونه براونش يلو، ما بيبقاش له ريحه برده، بيبقى التيست بتاعه استرينجنت تيست فولود باي سنسيشن اوف سويتنس. التيست بتاعي عشان الكيميكال تيست، يعني الجول بنقول ان هو مليان تنين، فانا لو حطيت الباودر بتاعي او الاكواس اكستراكت مع فيريك كلورايد سوليوشن هيديني دارك بلو بلاك كلر. بالنسبه للالمنتس بتاعتي، عندي طبعا زي ما قلنا من الهيستولوجي، انا معظم الطبقات فيها ايه، فيها تنين بليتس، البارينكيما فيها كلاسترز اوف كالسيوم اوكساليت، عندي سكاليرات زي ما قلنا، وعندي كمان الستارش جرانيولز واللجنين بادز. طبعا بشوف سكاليرايدز وبشوف اللجنين بادز ككي اللي انت عندي تحت الميكروسكوب. بكده نبقى خلصنا الجول، بالتوفيق يا جماعه.